السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى دورة السنتاكس. نواصل حديثنا في الـ X-Bar Theory، واليوم راح ننتقل إلى Lecture number 3. المحاضرة الثالثة هاي هي محتوياتها: Phrase Constituents. إحنا ماشيين طبعا بمكونات الفريز، وانتهينا في Lecture 1 من الـ Specifier، ولكتشر 2 خلصنا من الأدجنكت والكومبليمنت. اليوم رايحين ننطلق إلى المكون الرابع اللي هو هيد، ورايحين نأخذ أيضا شيء مهم اللي هو 3 levels of the X-bar theory، مستويات الثلاث للX-bar theory. طبعا الهيد أحيانا بنشوفه تحت عنوان headedness. إذا شفنا headedness المقصود فيه أنه بدي يتكلم عن الهيد. إذا انتهينا من ثلاث مكونات، واليوم المكون الرابع اللي هو الهيد، وأيضا راح نأخذ 3 levels of X-bar theory. إذا هذه موضوعات المحاضرة الثالثة. الـ 3 levels of the X-bar theory هي ثلاث مستويات. المستوى الأول بسموه X level، راح نشرحه، وعادة هو بيكون the head. راح نوضح شو يعني the head. والليفل اللي يعني اسمه يعني we call this level minimal level. The second level is X bar level. The first level is X level. The second is X bar level. And this is called intermediate level. Then the first level is called minimal level. The second is intermediate level. The third level is called XP level. XP, P يعني stands for phrase، يعني phrase level. And this is called maximal level. Then we have minimal, we have maximal، حد الأدنى، الحد الأعلى، وما بينهما اللي هو الحد الأوسط intermediate. إذن هاي هي المستويات الثلاث. طبعا راح نفصل ونشرح شو يعني minimal، شو intermediate، شو maximal. أول شيء نبدأ زي ما اتفقنا هنا، نتكلم على الـ headedness. خلينا نعرف الـ head word. The head is the word that gives the category and the edge etc. to the phrase. إذا الـ head هي الكلمة اللي بتعطي الفئة للفريز. يعني الفريز بنسميها noun phrase إذا كانت الـ head word noun. والفريز بنسميها verb phrase إذا كانت الهيد وورد verb، والفريز بنسميها adjective phrase إذا كانت الهيد وورد adjective. إذا الهيد وورد هي اللي بتعطي الفئة للفريز. إذا هذا هو تعريف الهيد وورد. خلينا نأخذ مثال. لو قلنا the tall student of physics with red hair، طبعا هاي noun phrase زي ما أنتم ملاحظين لأنه ما فيها verb، هاي كلها noun phrase. طبعا احنا تعلمنا انه the اللي هي determiner بنسميها specifier، ونكبرها شوية، و tall adjective، وال adjective اتفقنا انها adjunct، و with red hair ال phrase عفوا ال prepositional phrase هاي ايضا بنسميها adjunct. وقلنا الأجانس ممكن يعني نحذفهم ما يأثروا على تركيب الجملة. ظل في عندي of physics اللي هي complement يعني تكملة للهيد وورد. من كل هالnoun phrase هاي كلها noun phrase np، خليني أكتب عليها np. كل الnoun phrase هاي الهيد وورد أهم كلمة في كل هالموضوع هذا اللي هو student. إذا كل هاي الأشياء بتخدم اللي هي الكلمة الرئيسية اللي هي الهيد وورد اللي هي student. يعني بنقدر نقول the student ونحذف the ونقول tall student، ونحذفهم كلهم ونقول student of physics، وبنقدر نحذف نقول student of physics with red hair، بنقدر نحذف with red hair، بنقدر نحذف of physics. يعني باختصار انه اهم كلمة اللي بدور حواليها كل الكلمات الاخرى اللي هي الهيد وورد اللي هي student.
طبعا ليش سميناها هنا هاي كلها noun phrase؟ لأنه الكلمة الرئيسية اللي هي noun اللي هي student. لما عرفنا هنا بهد the word that gives category بتعطي الفئة اللي هي noun أو verb أو adjective، يعني الفئة هنا noun، فبتعطي الفئة هنا هاي كلها بنسميها noun phrase. ليش؟ لأنه الكلمة الرئيسية اللي هي head word هي noun. إذا هذا مثال على الهيد وورد. نأخذ مثال ثاني. لو أخذنا the big book of poems with the blue cover، أيضا هاي noun phrase. ليش؟ لأنه ما فيش فيها verb بعدها. نفس الشيء في عندنا كل هاي الأشياء اللي هي the و big of poems with the blue cover، كلها بتخدم الكلمة الرئيسية اللي هي book. إذا book هي الكلمة الرئيسية. لاحظ أن هنا قلنا إنه الهيد وورد بتعطي الفئة للفريز، يعني قلنا الهيد وورد هنا ناون، لاحظ إذا على طول الناون الفريز لازم يكون ناون فريز. لو هنا الهيد وورد فيرب هنا بنشوف فيرب فريز، لو الهيد وورد هنا adjective بنشوف adjective فريز. فدائما الهيد وورد زي ما قلنا قبل شوية، الهيد وورد هي اللي بتعطي الاسم أو الفئة للفريز. إذا ليش سميناها هنا noun phrase؟ noun phrase لأنه الهيد وورد هي noun. إذا كل هاي noun phrase أيضا، this is noun phrase. ليش؟ لأنه الهيد وورد هي noun. إذا هاي النقطة إن شاء الله تكون وضحت ما هي الهيد وورد. طبعا هاي أمثلة إحنا ضربناها على الهيد ووردز لما تكون noun. As noun، ملاحظ student noun، وبالتالي طلع عندي noun phrase. وهنا الـ head word book noun، إذا طلع عندي هنا noun phrase. طبعا هذا سبق واستعرضناه وقلنا إنه الـ NP في عندنا determiner اللي هو ذا اللي هي specifier، وعندنا N bar. الـ N bar تقسم إلى قسمين اللي هو adjective هنا adjective phrase والـ adjective big، والـ N bar تقسم إلى قسمين. لاحظ هنا الباينارتي الثنائية، والإن بار تقسم إلى إن بار و بي بي، والإن بار تقسم إلى إن و بي بي، والبي بي تقسم إلى بي اللي هي أوف، وإن بي والإن بي فيها إن اللي هي بومز، وهكذا. إحنا طبعا هنا يعني كان بهمنا إنه نوضح إنه ال يعني ال head word is noun، therefore we get the name of the phrase as noun phrase. طيب الآن في عندنا تعبير هذا لو سمعتوا فيه لازم تعرفوه تماما، اللي هو endocentricity. endocentricity endocentricity من center، ملاحظ مأخوذ من center، يعني endocentricity هذا التعبير خلينا نوضحه means that every phrase has a head. يعني إذا قلت هاي phrase لازم تفتش لها على head. إذا التعبير هذا endocentricity معناه every phrase has a head، يعني ما في phrase بدون head. طيب شو ال phrases وشو ال heads؟ خلينا نأخذ مثلا ال phrase اللي هي NP، مثال عليها the book. طيب the book وين ال head؟ ال head book. طيب ليش سميناها noun phrase ما سميناها verb phrase؟ لأنه لاحظ لأنه الهيد اللي هو بوك ناون. يعني لو قلت لك بوك ايش هي، هل هي ناون ولا فيرب ولا ادجكتيف؟ تقول لي ناون. اذا بما انه الهيد ناون، اذا الفريز بصير اسمها ناون فريز. طب شوف لي هاي ايت ايت، لاحظ هنا هاي نحط تحتها خط ايت، هنا ايت ان ابل. لاحظ هنا الهيد وورد اللي هو ايت. طيب eat ايش تصنيفها؟ هل هي noun ولا verb ولا adjective ولا adverb؟ eat verb. اذا تصنيفها الهيد وورد، يعني الهيد وورد verb. اذا الفريز بده يكون اسمها verb phrase. اذا لاحظنا انه اسم الفريز دائما يتبع الهيد وورد. اذا كان الهيد وورد noun بصير اسمها noun phrase، اذا الهيد وورد verb بصير اسمها verb phrase. طب شوف هنا very hot، لاحظ hot. الآن الهيد وورد اللي هي hot، طب الهيد وورد adjective، إذا شو اسم الفريز؟ adjective phrase. حلو،
يعني لحد الآن فهمنا إنه اسم الفريز مشتق من الهيد وورد. طيب عندي هنا adverb phrase، وين الهيد وورد؟ اللي هي quickly. quickly هيد وورد اللي هي adverb. إذا الهيد وورد adverb، إذا بنسمي الفريز adverb phrase. طيب خذ معي هنا with the blue cover، بتلاحظ هنا عندي الهيد وورد اللي هي with. طيب ايش with تصنيفها؟ تصنيفها preposition. اذا الهيد وورد preposition، اذا الفريز بصير prepositional phrase. prepositional phrase. اذا فهمنا انه ملخص هذا الكلام انه every phrase should have a head. اي فريز لازم يكون لها head. طيب والهيد زي ما شفنا انواع، قد يكون الهيد ناون، وقد يكون الهيد فيرب، وقد يكون الهيد ادجكتيف، وقد يكون ادفيرب، وقد يكون بريبوزيشن. الفريزز بتاخذ اسمها من الهيد وورد. اذا كان الهيد وورد ناون بنسميها ناون فريز، الهيد وورد فيرب بنسميها فيرب فريز، هيد وورد ادجكتيف بنسميها ادجكتيف فريز، هيد وورد اللي هي كويكلي ادفيرب بنسميها ادفيرب، وإذا الهيد وورد preposition زي with بنسميها prepositional phrase. هيك بنكون خلصنا الهيدنس. الآن ننتقل ل levels of expert theory. زي ما قلنا في المقدمة إنه في عندنا three levels، X level و X bar level. طبعا ال X هنا يعني لوحده zero، يعني لما نكون X لوحده يعني zero ما في bar، وال X bar يعني شحطة واحدة، وال اكس بي اللي هو اكس فريز، يعني راح نوضحها الفريز ليفل، يعني اللي بتكون عادة بنسميها اكس دبل بار. اكس دبل بار الان الاكس ليفل يطلق عليها اسم مينيمال ليفل، والاكس بار ليفل انترميديت ليفل، والاكس بي اللي هو فريز ليفل يطلق عليها ماكسيمال ليفل. خلينا نشوفها على الشكل. هذا هو الشكل، ايوه هذا هو الشكل، ببين لنا المستويات الثلاث، او احيانا بسموها بروجكشن. هسه بشرح ليش يعني يسموها بروجكشن. اذا الاكس بي، الاكس بي دائما هي الاعلى، ملاحظين هي في قمه الهرم، عشان هيك سميناها ماكسيمال. ماكسيمال يعني الحد الاعلى او الاقصى، من ماكسيمم، تعرف ماكسيمم يعني الحد الاعلى. طب والحد الادنى اللي هو اخر شيء، يعني ما فيش بعد الهيد شيء، لاحظين ما فيش شيء خطوط، هذا بنسميه مينيمال ليفل او مينيمال بروجكشن، يعني الحد الادنى. اذا في عندنا الحد الاعلى اللي هو دائما اللي هو الفريز اللي هو اكس بي، يعني فيرب فريز، ناون فريز، ادجكتيف فريز، اللي هو قضيه الفريزز. فريز دائما بسموها ماكسيمم او ماكسيمال ليفل او ماكسيمال بروجكشن. والهيد وورد اللي هو هنا نسميه نون فريزر، يعني مش فريز بس كلمه هيد، يعني زي بوك، زي ما شفنا زي ستودنت، هاي بنسميها مينيمال بروجكشن. الاكس هنا بكون زيرو. اذا في عندنا ماكسيمال، وي هاف ماكسيمال بروجكشن، وي هاف مينيمال بروجكشن. طيب وما بينهما؟ وما بينهما بده يكون الوسط، يعني اللي هو انترميديت بروجكشن، يعني زي ما تقول هذا لو نتكلم عن المستويات الدراسية، هذا المستوى الثانوي، وهذا المستوى الابتدائي، هذا المستوى المتوسط، هذا هو المتوسط. دائما المتوسط نلاحظ انه بيكون اكس بار، يعني اكس بار على طول هذا انترميديت. اكس لوحده دائما مينيمال بروجكشن، اكس بي دائما بكون ماكسيمال. اذا الماكسيمال اكس بي، الانترميديت اكس بار، بار واحد، والاكس زيرو يعني ما فيش عليه بار، هذا بنسميه مينيمال بروجكشن. خلينا الان نوضح ليش يعني بنسميه بروجكشن. بروجكشن طيب معناها انعكاس. طيب خلينا نشوف، هذا هو الاكس بار بروجكشنز. بقول لك it is important that even if there are no candidates that can fit into the specifier and complement positions, these positions are syntactically present and thus they are merely empty and unoccupied. يعني
الآن في عندي أنا specifier يعني مثلاً the book. طب لو ما عندي أنا the يعني هاي بتكون موجودة لأنه إحنا بنشتغل على باينري، بس اللهم نعطيها يعني نعطيها empty يعني فارغة بتكون. يعني لو في عندنا جون مثلاً جون الهيدوارد، طبعاً جون ما بصح أقول the جون، فهاي بدها تظلها فارغة empty يعني، هذا بس للتوضيح. ونفس الشيء لو عندنا مثلاً عندنا ذا بوك specifier موجودة، ما فيش عندي of poems، فالcomplement بتكون اللي هي الcomplement بتكون فاضي. إذا مش موجودة بتكون empty أو unoccupied. This is a natural consequence of the binarity principle. يعني طبيعي يكون نعمل binarity ونحط هنا مثلا zero أو empty الطبيعي، بس بعض اللينغويست ما يعني ما بشير لهذا، يعني اللي مش موجود ما بشير له. يعني هنا specifier إذا مش موجود ما بعطوه الخط هذا، بس الصحيح المفروض إنه يعطوه خط ويكتبوا تحتيه إيه يعني empty، هذا المفروض. عشان إيش؟ عشان يبين الباينارتي، عشان يبين الثنائية، لأنه إحنا زي ما قلنا في الـ X-Bar Theory من أحد المبادئ الأساسية أن نشتغل على الباينارتي على الثنائية. الآن زي ما قلنا بدنا نوضح شو المقصود بالبروجكشن. أول شيء البروجكشن معناها انعكاس، والانعكاس يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، هذه نقطة مهمة. In illustrating syntactic structure this way at least one X bar level node is present in any circumstance because the complement is obligatory. Next the X bar bar اللي هي هاي X bar bar اللي هي دائما اللي هي XP and X bar اللي هي هاي inherit the characteristics of the head X. This trait inheritance is referred to as projection. خلينا نوضح شو المقصود فيها. الآن زي ما قلنا هو عادة بقول لك هنا هي figure 5 suggest that syntactic structures are derived in a bottom-up fashion. يعني نبدأ من الأسفل ونطلع فوق under the X-bar theory. يعني أنا كيف بدي أحدد إنه هاي ال XP شو بدي أحط محل X؟ بدي أحط N حتى تصير NP، ولا أحط V حتى تصير VP، ولا أحط Adj حتى تصير adjective phrase؟ كيف بدي أحدد؟ بقول لك ابدأ من تحت من الهيد. الهيد هنا ابدأ فيه. الهيد دائما بنعكس على الإكس بار وبنعكس على الإكس بي. يعني إذا الإكس هنا noun بيصير عندي هاي إن بار إن بار وإن بي، لاحظتوا؟ طب إذا الإكس هنا verb V ده يصير عندي V بار وV بار وV بي، لاحظتوا؟ إذا هذا هو المقصود بالانعكاس، يعني انه الاكس بار والاكس بي بياخذوا صفات اللي هو سماها traits او characteristics خصائص الهيدوارد. اذا خصائص الهيدوارد تنعكس على الاكس بار وتنعكس على الاكس بي. اذا كانت noun بصير ان بار، واذا verb بصير بي بار، واذا noun بصير ان بي، واذا بير بصير في بي. يعني هذا هو سبب تسميتها بالبروجكشن، انعكاس زي ما قلنا من اسفل الى اعلى. طيب خلينا اوضح اكثر important points. يعني هذا الكلام بدي احطه انا اللي حكيته شفويا بدي احطه كتابيا. If the head x word is a noun، يعني انا الان بدل x بدي احط noun ان، يعني ال x bar اللي هي هاي x bar والإكس بار بار اللي هي إكس بار بار اللي هي إكس بي زي ما اتفقنا. شود بي راح تكون، يعني إذا بقول لك الإكس هنا حطينا ناون، الإكس بار هنا بدي أستبدلها بإن بار، والإكس بي بدي أستبدلها بإن بي. إن بي إذا زي ما حكيت قبل شوية، إذا عندي إن هاي بصير إن بار إن بار إن بي. طيب نأخذ مثال، هاي المثال هاي يا سيدي عندنا هنا الهيد وورد اللي هي ان اللي هو بوك، حلو. شو قال هنا؟ قال ان بار، وهنا
ان بار هنا ان بار هنا ان بي. اذا ملاحظين انعكاس الهيدورد على البار ان بار ان بار ان بار ان بي. ليش؟ لانه هنا الهيدورد ناون، فعلى طول هذول بصير كلهم ناونز. طيب لو كانت الاكس وورد يعني الهيد وورد هنا لو كانت فيرب يعني مش بوك، نشوف شو بده يصير. نتوقع انه يصير هنا بدل ان بار يصير في بار في بار في بار، وهنا في بي. نشوف مثال، هذا هو المثال يصير. الان هنا بقول لك often sings opera loudly in church. حلو، هاي هي الجملة الفعلية. الهيد وورد اللي هو verb، لاحظين هاي الهيد وورد اللي هي verb. إذا هيد وورد تكون ذي، إذا على طول البار بده يكون ذي بار ذي بار ذي بار ذي بار ذي بي. تمام، إذا هنا اختلف الوضع. هنا كان الهيد وورد noun صار كله noun ان بار ان بار ان بار ان بي اللي هي noun phrase. هنا صار عندنا في بار في بار في بار في بار verb phrase. إذا كل هاي verb phrase اللي هي often sings opera loudly in church. إذا لاحظنا إنه الهيد وورد هي اللي تحدد الانعكاسات الأخرى، إذا هي الأساس. طيب يا ترى لو كان عندي adjective الهيد وورد، if the head x word is an adjective، الx بار بتصير adjective bar والx double x بيصير adjective phrase. مثال يعني خذ عندي هنا الadjective اللي هي الأساس اللي هي bright bright. ملاحظ هاي الادفر عفوا الadjective اللي هي blue blue هي الadjective. لاحظ عندي الadjective هنا ما ادري ايش حاط برايت بلو هنا ادفرب مع انها مبينه ادجكتيف. على كل في عندنا الادجكتيف الادجكتيف اللي هي الهيد وورد. لاحظ عندي ادجكتيف بار ادجكتيف بار ادجكتيف بار ادجكتيف بار ادجكتيف فريز. يعني هي اللي بنوصل له احنا، اذا الهيد وورد ادجكتيف كله بصير البار والفريز كله ادجكتيف ادجكتيف. إذا أتوقع الآن الأمور وضحت. أيضا هنا حتى هنا في أن الأجكتيف هي الهيد وورد، صار في عندي أجكتيف بار أجكتيف بار أجكتيف بار أجكتيف بار. طبعا هاي كونجنكشن يعني ربط، ربطنا يعني هنا الأجكتيف فريز مع الأجكتيف فريز. إذا باختصار اللي بيحدد الأجكتيف بار أو الأجكتيف فريز هو الهيد وورد اللي هي أجكتيف. اللي بحدد الverb bar أو verb phrase هو الhead word اللي هي verb. اللي بحدد إن الn bar أو الn p اللي هو الhead word اللي هي noun. أتوقع الأمور الآن وضحت. خلينا إن هنا نوضح بالكلمات شو اللي بحصل. خلينا نأخذ المثال هذا الn p. بقول لك الأكسيم is fitted into the head. شو المقصود باللاكسيم؟ اللاكسيم اللي هي الكلمة اللي هي الهيد وورد اللي هي هنا قد تكون noun وقد تكون verb وقد تكون adjective، بسميها لاكسيم. إذا لاكسيم اللي هي بتكون هيد وورد. Note that heads are sometimes called zero level projection. طبعا هنا بسموها zero لأنه ما في بار، فبسموها zero. الآن إحنا اتفقنا على إنه أي X اللي هو noun أو verb أو adjective، هنا طبعاً noun، هذا بنسميه minimal projection. إذن هنا minimal projection. طيب بقول لك الهيد النقطة الثانية الهيد and complement، هاي الهيد اللي هو noun والcomplement اللي هو of bounds، شو بيعملوا؟ are combined to form an X single bar note. هذول اللي بيجتمعوا بكونونا ان بار. حلو، اذا قاعدين احنا نطلع من تحت الى فوق. اذا الان اللي هي الهيد والكومبلمنت حقه اللي هي اوف باونز اتحدوا عملونا ان بار سنجل بار يعني نوت. هذه النوت which constitute a semi phrase category. طبعا هاي بعتبرها semi phrase
يعني شبه جملة، يعني مش شبه جملة كاملة، نص جملة يعني. This category is called intermediate projection. الآن أنا حطيت لك ملاحظة هنا. قلنا إنه أي X بنسميه minimal projection. أي X bar هو intermediate. هذه قاعدة يا جماعة. أي X bar يعني هاي intermediate projection. هاي intermediate. أي شيء عليه X bar bar واحد هو intermediate projection. طيب الآن إحنا وصلنا هنا. قلنا الهيد وورد مع الكومبلمنت عمل لي سنجل بار اللي هي الان بقول لك الادجنكت وين اللي هو بي بي الادجنكت اذا موجود لانه اختياري قلنا هذا اوبشنال كومبايز وذ ان اكس بار هذا هو الادجنكت البي بي كومبايز يندمج مع الاكس بار شو النتيجه بعطيني اكس بار هاي اكس بار 2 لاحظ اذا الادجنكت If there is any combines هاي الأجنت combines with n bar to form an x bar هاي طلع لي هنا n bar. If there is more than one adjunct, the process is repeated. إذا عندنا أكثر من adjunct هاي adjunct هاي معناته منكرر هاي منكرر هاي عندي adjunct اتحدت مع n bar فأعطاني n bar. إذا في تكرار منكرر. An intermediate projection combines with the specifier. وين الintermediate اللي هو هاي؟ قلنا أي شيء بار إذا intermediate. الintermediate projection هذا بتحد مع إيش؟ مع الspecifier. شو أعطاني؟ أعطاني NP أو XP اللي هو قد يكون طبعا هنا NP لأنه الهيد وورد N. ملاحظ هنا هاي. ولك an intermediate projection combines with the specifier. Well, intermediate اللي هو هذا. Combines with the specifier اللي هو determiner. شو أعطاني؟ Forming a complete phrasal category XP. بعطيني X double bar اللي هي X double bar اللي هي NP. نفسها تسمية ثانية لها بس. This category is called maximal projection. طبعا احنا اتفقنا انه اي اكس بي هي ماكسيمال يعني الاكس بي قد تكون ان بي او بي بي او ادجكتيف فريز كلها نسميها ماكسيمال بروجكشن يعني باختصار خلينا نلخص انه الهيد وورد اسمها مينيمال بروجكشن واي اكس بار بنسميها انترميديت بروجكشن واي XP يعني NP VP adjective بنسميها maximal projection ان شاء الله الامور تكون وضحت. طيب خلينا ناخذ مثال ونحاول نرسم هذا المثال. المثال بيقول The map of Canada with a glossy legend. تعرفوا اي خارطه لها ايش؟ لها مفتاح بسموه مفتاح الخارطه. بس هذا المفتاح الخارطه حق كندا glossy، glossy يعني shining يعني بالمع. إذن the map of Canada with a glossy legend. كيف نرسمها؟ خلينا نشوف كيف رسمها. The map of Canada with a glossy legend. أول شيء هاي بقول لك NP. طب كيف عرفنا NP؟ لأنه الهيد وورد اللي هي map. هاي الهيد وورد map. هاي the map. إذا قلنا هذا noun اذا هاي بدها تكون noun phrase وايضا البار هاي بدها تكون ان بار ملاحظ ان بار وان بي ليش؟ لانه قلنا هذا هو اللي بيحدد لك هل هي ان بار ولا بي بار ولا adjective بار وهكذا اذا عرفنا انه ان بي انها noun phrase لانه الهيد وورد هي noun اذا لاحظنا انه ال NP اللي هي مقسومة إلى determiner اللي هو specifier اللي هو ذا و n bar ما هي يعني في ال x bar theory ال NP تقسم قسمين specifier و n bar أو v bar أو كذا المهم يعني في bar طيب ال n bar هنا تقسم إلى قسمين n bar و adjunct هنا ادج يعني adjunct الأدجنكت هنا اللي هو PP إيش يعني PP؟ يعني Prepositional Phrase طب وين الـ Prepositional Phrase؟
اللي هي with a glossy legend. طبعا prepositional phrase هنا عندنا P bar وتقسم إلى قسمين اللي هو P اللي هو preposition و NP. وال NP تقسم إلى قسمين، ال NP هاي صار زي NP هاي بالضبط، تقسم إلى determiner اللي هو A اللي هو specifier و N bar. وال N bar تقسم إلى adjective phrase، نلاحظ الجلوسي هنا adjective phrase و N bar. ال adjective phrase بيجي منها ال adjective bar وبعدين ال adjective اللي هي glossy، وال N bar بأخذ منها ال N اللي هو legend. إذا لاحظنا إنه هنا مشينا بالأجنب. ظل عندي هنا of Canada، شو موقعها من الإعراب؟ هاي كده map of Canada. map هنا قلنا الناون وهي الهيد وورد، و of Canada prepositional phrase صح؟ لكنها complement، هذه adjunct وهاي complement. ال prepositional phrase طبعا بنبثق عنها p bar زي ال n bar بنبثق عنها n bar وال n p وهكذا. عفوا اذا ال p bar ال p p بنبثق عنها p bar، وال p bar بنبثق عنها ال p اللي هو of، وال n p اللي هي noun phrase، وال noun phrase بنبثق عنها n bar والنون اللي هو كندا. اذا هيك بنكون يعني اخذنا المثال بشكل واضح. اذا زي ما لاحظنا في عندنا اذا النون الهيد وورد حددت انها noun phrase، والنون phrase قسمناها ل specifier اللي هو determiner و n bar، وال n bar يقسم الى n و adjunct. طبعا الadjunct دائما بكون sister of n b وبكون daughter of n bar. اذا الadjunct بكون sister to n bar. لاحظ الكومبلمنت دائما بكون sister to n وليس to n bar، عشان هيك ميزنا الكومبلمنت عن الadjunct. الadjunct ما عمره كان sister to n، لاحظتوا دائما بكون الadjunct sister to n bar. وهنا الكومبلمنت عادة بكون sister to n وليس to n bar. هنا في عندي بعض التمارين شفتها حبيت يعني كمان ناقشها معكم. The gigantic yellow bee worried Maxim. لاحظ احنا بدنا ناخذ قسم ال NP لانه لسه ما تعرضنا لل VP. هاي السنتنس طبعا نقسمها على NP و VP، لكن بناخذ ال NP. ال NP هنا مقسوم قسمين اللي هو determiner اللي هو the اللي هو specifier و n bar. ال n bar زي ما قلنا تقسم الى قسمين، في عندنا adjunct اللي هو adjective هنا gigantic، وعندنا n bar. وال n bar زي ما احنا ملاحظين مكرر، الadjunct مكرر ليش؟ انه هاي adjective وهي adjective. اذا ال n bar بدها تنقسم كمان مره ل adjective و n bar، وال n bar فيها n اللي هي b. لاحظتوا اذا الadjunct ممكن يكون مكرر، وبالتالي احنا بنكرر ال n، هاي ال n binary adjective و n، وال n binary اللي هي adjective و n. طبعا هنا لاحظتوا انه ال n، ال n هنا ما في ذا مثلا حتى نقول specifier ما في، ليش؟ لانه موجوده هنا، يعني ذا الذا هنا الذا حقت ايش؟ حقت البي، يعني اصلها ذا بي. بس رايحين نوضح انه بالتشجير الحديث هذا على الاكس باي ثيوري مختلف عن التشجير القديم. التشجير القديم نشوف ذا ملاصقه لبي، لكن هنا لاحظتوا انه الديتيرمينر اللي سبيسيفاير بعيده عن الان بار. طيب ناخذ مثال ثاني ايضا زي ما قلنا بدنا ناخذ الان بي فقط. هنا هاي الان بي عندنا سبيسيفاير افري، عندنا ان بار. الان بار هنا لاحظنا انه في عندنا اللي هي every every kid، ناس يحط kid هنا from syntax class. إذا هاي النون فريز ال n every kid، ال kid اللي هي طبعا اللي هي الهيد وورد هنا، لذلك حطينا np.
إذا noun phrase في عندنا specifier V وعندنا N bar. الـ N bar noun phrase non sorry N bar and PP. الـ PP هنا طبعا اللي هي from syntax class. الـ PP هنا adjunct. ليش؟ لأنه لاحظنا الـ PP هنا كيف عرفت إنها adjunct؟ إنها مش complement. لأنه الـ PP بتكون sister to N bar. لاحظتوا لكن هنا الـ PP عرفت إنها complement لأنها sister للـ N. لاحظين؟ فعشان هيك بميز أنا بين الـ complement وبين الـ بين الـ complement وبين الـ adjunct. إذا الـ adjunct بكون sister to N bar. طبعا الـ PP هنا prepositional phrase. عندنا الـ P اللي from وعندنا NP. الـ NP اللي هو N bar. عندنا هنا طبعا syntax اعتبرها adjective يعني functions as an adjective. لما قلنا syntax class هو noun صحيح بس يشتغل كصفة. وطبعا N bar N و class. Maxin likes every yellow bee and purple ant. الآن زي ما قلنا احنا بناخذ الـ N. لاحظنا انه الـ N هنا Maxin. ليش؟ لأنه proper noun. يعني الـ NP المفروض يكون عندي هنا المفروض يكون عندي ايش؟ المفروض يكون عندي specifier بس ما عندي specifier. يعني أنا لو مكانه بحط هنا بحط خط هنا عشان الباينارتي. بحط هنا خط وبكتب عليها empty. يعني دي empty يعني determiner أو specifier E يعني empty. ليش؟ لأنه هي يعني مبين لك أنه الـ NP انقسمت لقسمين اللي هي الباينارتي اللي هي الثنائية. لكن هو يعني تجاهلها وحط لنا الـ N bar وبعدين N اللي هو الـ proper noun max. لو أخذنا هنا في الـ BP في عندنا NP. نأخذ الـ NP هنا every. لاحظين every والNP every هنا determiner يعني الNP مقسومة إلى determiner وN bar. الN bar عندنا N bar and N. عندنا هنا conjunction. لاحظين يعني yellow B and purple and. يعني هاي كأنها يعني جملة جديدة صار عندنا N جديدة. لكن لو أخذنا هاي نلاحظ الـ N bar فيها adjective اللي هي له اللي هي adjunct وفي عندنا N bar والـ N bar طبعا بيجي منها N اللي هي B. الـ N bar هي هنا نفس الشيء زي هنا مكونة من adjective اللي هي adjunct وعندنا الـ N bar نأخذ منها الـ N ثم الـ and. Every long book and some short animated films interested. الآن لعند interested هنا بكون كلها noun phrase. Interested mode أو مودي. Interested هنا بدينا بالverb phrase. إذا sentence هنا noun phrase وverb phrase إحنا ننسى موضوع الverb phrase. نأخذ noun phrase هنا زي ما قلنا هنا في عنا and معناته في عنا two and piece. لاحظين يعني ربطناهم بأند. نأخذ الـ NP الأولى عندنا determiner اللي هو specifier وN bar والN bar في عندنا adjunct اللي هي adjective long وعندنا الN bar الN والبوك. لاحظوا هنا كيف عرفت إن long adjunct لأنها sister to N bar. لاحظين يعني ما حط الـ A هنا مقابل الـ N. لو حطها مقابل الـ N بتكون long complement وهي طبعا مش complement. نفس الشيء هنا الـ NP. الـ NP ما في عندنا specifier اللي هو determiner some في عندنا N bar. الـ N bar في عندنا adjunct اللي هي short وعندنا N bar. الـ N bar في عندنا أيضا another ملاحظ كررنا الـ adjunct animated adjective أيضا هاي adjective وهاي adjective وعندنا N bar والN bar. طبعا لاحظنا انه عرفنا انها adjunct هنا لانها sister to N bar وايضا عرفنا هنا انها adjunct ممكن حذفها لانها sister to N bar. لاحظ هو ابعد الN
عن الـ adjective. ليش؟ لأنه لو وضع الـ in هنا بتصير هاي animated كأنها complement مش adjunct. أيضا هنا نفس القصة زي ما أنتم لاحظين, the new kids in the class yelled. yelled الverب, هنا بدينا عاد في الverb وهنا and ran وعطتنا verb على verb. احنا ما زلنا طبعا راح ناخذ احنا الـ VP إلى درس لوحدها, عشان هيك مركزين احنا على الـ NP الآن. الـ NP زي ما شفنا هنا determiner اللي هي specified ذا, والـ N bar. الـ N bar في عنا adjective اللي هي adjunct new, عنا N bar. الـ N bar ايضا مكرر هنا ملاحظين N bar مكونة من N bar زائد PP, والـ N bar اخذنا منها الـ N اللي هو kids. طبعا الـ kids هنا اللي هي الهيد وورد, عشان هي لاحظنا انه في عندنا ان بار ان بار ان بار ان بي, اذا كز هي الهيد وورد. طبعا عرفنا انه ان كلاس اللي هي الان بدي احدد هل ان كلاس هل هي كومبلمنت, هذه ان كلاس هل هي كومبلمنت ولا هل هي ادجنكت. بسيطه, شوف لي البي بي هل هي جايه مقابل الان بار ولا جاي مقابل الان. لاحظتوا البي بي جاي مقابل الان بار, اذا ان كلاس بعتبرها هنا adjunct ما بعتبرها complement. لكن لو قال kids of class دائما of هي بتعمل complement, اذا اختلف الوضع. اذا باختصار ان كلاس هنا بنعتبرها البي بي هنا نعتبرها adjunct. ليش؟ لانه sister to ان بار. ايضا هنا في عندنا the man in a lab coat, the man in a lab coat talked about the fact that whales are mammals. لاحظنا هنا ال NP اللي هو man معناته n bar n bar NP. ال NP مقسمة إلى specified the و n bar, وال n bar مقسم ال n bar و PP. إذا in the in a lab quote اعتبرناها adjunct. ليش؟ لأنها جاية مقابل sister to in bar. أي شيء اللي prepositional إذا كانت sister to in bar بدها تكون adjunct, لكن إذا كانت sister to in بتكون complement. إن شاء الله تكون هاي الأمور وضحت. هيك بنكون خلصنا lecture number 3 وهاي هي الرفنسي. إلى اللقاء.